بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم عشاق النادي الاهلي. النهاردة ان شاء الله هنتعرف على معاد مباراة الاهلي وفيتا كلوب الكنغولي في دوري ابطال افريقيا. يعود النادي الاهلي لبطولة دوري ابطال افريقيا مرة اخرى عندما يقابل فريق فيتا كلوب الكنغولي في الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا. اخر مباراة للاهلي في البطولة كانت امام فريق سيمبا التنزاني، وانتهت المباراة بفوز سيمبا بهدف مقابل لا شيء. في الجانب الاخر تفوق فريق فيتا كلوب على فريق المريخ السوداني في السودان بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، وبالتالي يكون ترتيب المجموعة سيمبا في المركز الاول برصيد 6 نقاط، نادي فيتا كلوب برصيد 3 نقاط في المركز الثاني، الاهلي في المركز الثالث بنفس النقاط 3 نقاط برضو، واخر حاجة المريخ السوداني في المركز الرابع بدون ولا نقطة. طبعا هنا الاهلي وفيتا كلوب متساويين في النقاط، ولكن فيتا كلوب فارق بالاهداف عن النادي الاهلي، وبالتالي المواجهة اللي جاية ان شاء الله تكون مواجهة نارية ما بين الاهلي وفيتا كلوب علشان الاهلي يضمن ان شاء الله انه يصعد للادوار اللي جاية. الاهلي في اخر مواجهاته في الدوري المصري واجه فريق طلائع الجيش، والمباراة اللي شهدت تفوق ملحوظ لفريق طلائع الجيش، الا ان الاهلي حسم المباراة في نهايتها في الدقيقة 90 بنتيجة 2-1. احرز هدفي الاهلي جونيور اجاييه، بينما احرز هدف الطلائع الوحيد احمد سمير من ركلة حرة. بالنسبة قائمة النادي الاهلي ان شاء الله المشاركة في البطولة الافريقية، في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، خط الدفاع ياسر ابراهيم وبدر بنون وسعد سمير ومحمد هاني، ايمن اشرف، محمود وحيد، خط الوسط ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، محمود كهربا، وحسين الشحات، وجونيور اجاييه، خط الهجوم صلاح محسن، والتر بواليا، مروان محسن، ومحمد شريف. بالنسبة لان شاء الله التشكيل المتوقع في حراسة المرمى محمد الشناوي، قلب الدفاع بدر بنون وايمن اشرف، معاهم محمد هاني ومحمود وحيد، خط الوسط اليو ديانج وعمرو السولية، امامهم اجاييه ومحمد مجدي قفشه، قدامهم كهربا ومهاجم وحيد محمد شريف. اما عن ميعاد المباراه ان شاء الله المباراه ميعادها يوم السبت 6/3 في استاد القاهره الدولي. المباراه ان شاء الله هتكون الساعه 9 بتوقيت القاهره، الساعه 10 بتوقيت مكه المكرمه. واما عن القنوات الناقله للمباراه، طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا مذاعه على قنوات بي ان سبورتس الرياضيه. في نهايه الفيديو بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي. كان معكم محمد احمد حنفي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.